شكرا للموقع ديال 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 الاصوات اللي حضر في هذه الساعه المتاخره من الليل لمعاينه لي 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 لمعاينه هذه الحاله اللي كتجري في السبيطار الحسن الثاني اللي طحنا فيها الليله، مع انني انا دائما كنت كنشير لهاد المسائل هذه، كنشير لها سواء في فيديوهات او في دي كومونتير على المعاملات اللي كاينه في مستشفى ديال الحسن الصاد. مستشفى الحسن الصاد يعيش فوضى عارمه، انا كنتحمل فيها مسؤوليتي عارمه. غياب الاطباء المتخصصين ما كاينينش، ما كاينش لا بيرمانونس ديالهم، ما كاين حتى واحد بيرمانونس. لا ريناماتور، كاين ميت ريناماتور كاين فوق، ما عدا ذلك كاينين لي زانترن هما اللي كاينين، والاختصاصيين اللي خصهم يكونوا متواجدين ولا اللي غوتوا عليهم يكونوا متواجدين ما كاينينش حتى في السطات، ربما فين كيسكنوا الله اعلم. حنا طحنا دابا في حاله باش كنا غنقلوها للدار البيضاء، فاذا به الشيفور دار الديبار مشى للدار البيضاء. حسنا ما فعله السيد المندوب بعد التدخلات وبعد النقاش اللي وقع معاه حول هذه المساله، دار بان كاينين دوطر ديبار، ولكن هاد الشيفورات اللي كيكونوا ضد الديبار خاصهم يكونوا تواجدوا في الحسن الثاني، يكونوا شادين كراسه، حيت الحالات راه ما يمكنش الحاله كنتسناها انا في داري حتى تجي الحاله، انا خصني انا فهمتي انا نكون في السبيطار نتسنى الحاله نستقبلها، واذا كان هذيك الساعه باش نديها بعجاله فهمتي بعجاله. الناس ديال ريناماسيون داروا مشكورين، داروا العمل ديالهم اللي قاموا به في هاد الحادثه اللي وقعت لي الابن ديال الاخ ديالي، ولكن مع الاسف هادشي كنشوفوه يوميا في السبيطار. ذاك الاسبوع بغينا ندوا واحد للدار البيضاء هو اللي وقعت عليه هاد المساله، عنده باش يمشي للدار البيضاء يشوفوا تروماتو. لامبيونس ما كايناش، دات واحد للدار البيضاء ولوتر ديبار ما كاينش. هذاك السيد اللي كاين اللي مسؤول على لي زومبيلونس غوتنا عليه، ما شنو الحل؟ الشيفور الثاني كاين في مراكش، دابا انا كنغوت عليه، دابا كنغوت عليه ما كيجاوبنيش. السيد المندوب تعطينا عطيت التليفون ديالو مزيان، عطيت التليفون ديالو للمواطنين يخبروه بهذا الشيء، بغينا نخبروه ما كيجاوبناش. فهاد المسائل هذه خص يتخذ فيها واحد القرار. هاد السبيطار هذا خصو شو يجي ليه السيد وزير الصحه كما دار زيارة للدريوش، يجي يدير لنا الزياره هنا، يدير الزياره وغادي يشوف هنا شنو النواقص اللي كاينه هنا في السبيطار، يوقف عليها يشوفها. هذا راه ماشي راه سبيطار، ما غنقولش جهوي، هو راه جهوي، راه كاع الجهه ديال الجهه ديال السطات كلها، واخا هو راه مستشفى اقليمي، ولكن راه الجهه ديال السطات كامله كتجي ليه، راه كيجيو ليه دي زومبيلونس كيجيو ليه من دكوله، كيدخلوا لنا كيدخلوا بالليل كيدخلوا بالنهار. الولادات راه كيجيو من برشيد فهمتي، من برشيد كيجيو لهنا، معناه انه راه ماشي مستشفى اقليمي راه مسجل، ولكن خص يكونوا فيه لي سبيسياليست، خص يكونوا حاضرين متواجدين، ماشي يفتحوا الباب لي كلينيك هنا يبداو يمصوا في الدم ديال عباد الله. وهذه المساله ديال 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 لي كلينيك راه فيها ما يتقال، راه حنا كنلاحظوا راه ولاو هنا ما كندير لك حتى حاجه، ولكن كنصيفط لك الكلينيك، ولاو ديك الكلينيك خدامين بالتليفونات من هنا من السبيطار، وراه هادشي ماشي معقول. نعم؟ واللي ما عندوش لا اللي ما عندوش هذاك الفقير واللي ما كيدويش اللي ما يقدش يهضر، هذاك راه يمشي يموت، هذاك غيموت. حنا راه مازال كنهضروا، ما عندنا ما حنا عندنا سيدنا كنهضروا، سيدنا عطينا التطبيب مجاني نهضروا فيه، راه ليا الناس اللي كيجيو من العروبيه ما كيعرفوا حتى حاجه. اضيف الى ان الناس اللي كيجيو لهنا كيجيو لا بيرمونس، ملي كيبغيو يجيو يشريو الدواء كاينين دو فارماسي، هذه تا هي خاص يتشار لها، دو فارماسي اللي كاينين في السطات، مع ان السطات توسعات مشات تقريبا راه ولا العمران ديالها راه بلغ لوطوروت من هاد الجي وبلغ الطريق دكاله من هاد الجي. هادشي حرام، حرام ان هاد المدينه تبقى عايشه بحال ما هو. كنعاود نكرر وكنطلب طلبي من السيد وزير الصحه انه يجي لهاد على غرار ما قام به في بعض المدن، يجي واحد الزياره، وحنا كناس اللي كاينين في السطات اللي دايرين يستقبلنا وغنقولوا له شنو كاين في السبيطار. رسالتك الاخيره رسالتي الاخيره، هاد الناس خصهم يشوفوا غير من من من, من هاد المدينه، يشوفوا منا هاد المدينه واش انا ما عرفتش المسؤوليه ديالي، ما عرفتش واش هاد المدينه تحقرت حتى لهاد الدرجه، ما يمكنش ما فهمتش، ولا اللي كيجي كيدير اللي بغى.
كيدير اللي بغى. الاطباء ما كيجيو حتى للتسعود، كيجيو لهنا عاد كيجيو. ملي كيجيو حديت ولا حرج كيفاش كيستقبلوا الناس، خاصو يدوز واحد الوقت ديالو ديال ساعتين ولا ثلاثه ويمشي للدار البيضاء. الله اعلم واش كيخدم ولا ما كيخدمش هذاك شغله. حنا هذيك كاينه جهات المختصه اللي مكون لها المراقبه ديالو، ولكن ما هنا راه خص يكون يوميا يكونوا اطباء، يكونوا في الليل على الاقل. هاد التروماتولي كاين ما كاينش، هاد النورو نورو شيروجيا ما كاينش، بزاف ديال الحوايج. خويا انا بغا نهضر على هاد السبيطار. اخويا اخويا راه ما كاينينش اخويا الاطباء، وما كاينينش اخويا الفرامليم. وزير الصحه اخويا كيمشي على العروبيات وكيمشي على الجامعات، وتجي شوف اقليم الشاويه اصاحبي شنو واقع فيها صح. اخويا بنادم كيموت اصاحبي، غنقول لك اللي كاين بنادم كيعاني هنا في هاد البلاد هادي اصاحبي. ما كاين اخويا دخلت اخويا انا بغا ندق ابره اخويا، كنشوف اخويا بنادم كيعاني. بنادم واش تا بيطادين ما كايناش فهاد السبيطار اخويا؟ كيبانو كان لي ستاجير، فهمتيني اخويا؟ كيبانو كان لي ستاجير اخويا هنا فهاد السبيطار. ما كاين لا ليريم لا سكانير، اقل حاجه كيقول لك سير الكازا ولا سير اخويا سير الكنينيك. حتى حنا في جهتنا كنينيكو ولا ماشي جهتنا كنينيك؟ يقول لك سير اخويا، كيقول لك سير ال 20 غش. تاش من 20 غش خاصك لومبيلونس ب 1000 درهم يلا 1000 درهم تمشي تما. كاين هادو راه كيخسروا عليك بنادم. الله يستر كانت مقطع عليه شي عصبه، كيقول لك سير كنينيك ولا سير اخويا الكازا. راه بنادم راه هاد السبيطار خاص انا نشد التيفات من وزير الصحه. وزير الصحه اخويا كنشوفو في اللايفات كيمشي للجماعات اخويا ديال العروبيات، كيمشي الجماعه ديال القيسر ولا الجماعه ديال الرحامنا ولا هادي. هذا راه اقليم الشاويه، هذا راه مستشفى، راه كاع الجماعات اخويا كيجيو لهاد السبيطار، فهمتيني اخويا؟ هادشي اللي بان 46 جماعه. هذا راه اقليم يا صاحبي، راه خاصو يكونوا في اطباء، وراه خاصو يكونوا في اطباء اخويا. راه نهضروا هضره ديال الواقع، راه كضربنا غير على البلاد. نقول لك اخويا والله ما نكذب لك، قول باش بيتينا راه بيتينا بالسبيطارات تكون في كمصران الزيدي دخلوك. هادو فينا هما مصران الزيدي يقولك سير كمينيك يلا. واش انا كنينيك انا ولا شي واحد مقطع لي شي عصبه ولا هادي ولا هادي؟ يقولك سير الكازا. وراك الكازا، راك الكازا اخويا. ملي تمشي الكازا اخويا عاوتاني خاصك لومبيلونس وخاصك ما عرفتش شناهو. ملي توصل الكازا، توصل الكازا راه خاصك على الاقل سيكيريتي في كازا خاصك تعطي 100 درهم تيهم عاد باش يشوفوك الاطباء. اخويا انا كنتمنى من هاد البلاد شي التفاته. بنادم راه في السبيطار، راه كاينين الاحياء الهامشيه اخويا بحال الاحياء الشعبيه ما عندهمش مساكن فين يداويو صاحبي. تعاونوا مع ولاد الشعب، وكنتمنى وزير الصحه يدير كونترول هاد السبيطار. غنقول لك وزير الصحه لا ما تبقى تمشي للعروبيه، تسجل الاقليم الشاويه تما لا تشاويه مالها. راه شحال من جامع، راه الرحام، راه قيس، راه كلشي كيجي لهاد السبيطار. هاد السبيطار ماشي تجي لي اخويا بنادم مضروبه في راسو، مضروب في راسو راه خاصو يجي يدخل السبيطار هنايا. ملي كيجي كيدخل السبيطار اخويا راه خاصو سكانير، خاصو ليريم، خاصو ما عرفتش شناهو. هادو راه ملي كيكون عندك سكانير ولا ليريم ولا شي حاجة راه خاصك اصحايبي، راه خاصك تمشي لكازا. هذاك الشيء اللي كاين اخويا. حنا كنتمناو في هاد البلاد التيفات اخويا. رسالتي اخويا توزر الوزير الصحه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.